نعطي للناس ليكسترا فيرج ما شاء الله تبارك الله اروع واجود. شوفوا الزيت ديما خذوا الزيت ثقيله ما تاخذوش زيت جاريه. راه الله الدمعه لله غزال الدمعه. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. الف مبروك نعشقوا ياك. واخيرا جاء موسم الزيتون ما شاء الله تبارك الله. الزويته البلديه ثمن جد جد مناسب اللي بغاها توصل جميع المدن المغربيه توصل اوروبا كلها. وتبارك الله على لاله غزلان. اهلا وسهلا مرحبا بك. بارك الله فيك لاله اختك راك حادقة. الناس كلشي كيعيط كلشي كيتصل كلشي مريض كلشي عيان كلشي عنده مشاكل صحيه فما يمكنش نبقاو مربعين يدينا. من طبيعه الحال من بعد ما كنا كنديروا الخلطه كل شهر ديال تقويه المناعه وفقر الدم وديال جرثومه المعده دابا بحكم اتصالات بزاف غزلان الناس لقاو عليها فعلا اي واحد لان احنا كنصايبوها مخدومه على حقها وطريقه ولا واحد الاقبال عظيم. مع كنا مسافرين جينا اول حاجه هي الخلطة. الحمد لله هذا شرف كبير لان انا الناس يجبروا عليها والحمد لله والشكر لله ديكشي علاش كيعاود وما شاء الله يضمون داو عليها صراحه حيت حنا ما كنعملو فيها غير العشب غير ديكشي طبيعي طبيعي بلدي على حقو طريقو ملي كنخدم شي حاجه مقلبه ربي كيسخر فيها وكيسخر حتى في الصح. والله العظيم الا تحت كتوصلني البكيه غزلان كي لان انا مكلف بالتجاره مكلف بالواتساب ديال البيزنس ديال الخدمه. والله العظيم شي اوديو حتى كيبكيوني كيتواصلوا معي كيقول لك لقينا عليها. والله العلي العظيم الا كنقسم لكم بالله عز وجل الا الناس كيلقاو عليها كيعجبنا الحال كنفرحوا بزاف. والله العظيم واخا ما كنربحوش شي ربح ولكن ما شاء الله تبارك الله كيعجبنا الحال فاش كيقول لك الناس راه لقاو عليها. والله العظيم الا اتصلوا بيا شي اخوان قال لك راه المعاناه ديال 5 سنين انت حيتيها لينا في شهر. الحمد لله الحمد لله هذا شرف عظيم. وهذا الفيديو غيكون خاص ما كاين لا روتين لا والو غيكون خاص بالخلطه غنديروا خلطه ديال هاد زياده في الوزن وفتح الشهيه وعلاج فقر الدم وكذلك خلطه ديال البومزوي اللي العديد الناس كيعاني من هذا البومزوي. وغنوريوهم خلطه ديال جرثومه المعده اللي محمقه العالم واحد الخلطه رائعه رائعه هذيك مكونه المكونات ديال كامل ديال النحل ما شاء الله تبارك الله غزلان بخلاصه وبعجاله. ممكن تقول لنا شنو المكونات اللي عندك هنايا؟ بالنسبه للمكونات كما كنقول لكم دائما كثر من 16 العشب هنايا عندها غير العشب ما كاينش شي حاجه كيماويه هنايا ما شاء الله. فقط العشوب المكسرات وداك الشيء كامل المكسرات كامل عندنا وطبيعه الحال منتوجات ديال النحل اللي هو حبوب اللقاح العكبر غذاء الملكات والعسل الحر الطبيعي ما شاء الله تبارك الله. كندير لكم اقوى المضادات الحيويه في العالم ما شاء الله تبارك الله وكيتخلطوا بزيت طبيعيه بلديه حلوه روعه ومن طبيعه الحال كيتخلطوا بالعسل الطبيعي الحر على بركه الله غزال. حيتاش بغيت نقول لهم حيتاش حنا كنعملوا كتعمل العشوب اللي طبيعيين 100% ما يمكنش نزيد معاهم شي حاجه فين كتبطل المنافع ديالهم. يعني داكشي علاش حنا كنحرصوا يكون كلشي طبيعي 100% باش تكون النتيجه فعاله في اسرع وقت ان شاء الله. برافو عليك تبارك الله عليك. والمرض الناس اللي عندهم مرض السكري جوج نصائح يا اما تاخذوا هذه لان هذا العسل واخا كنضيفوا معها العسل من طبيعه الحال عسل حر طبيعي اصلي بيو ما تلقاوش مشكل ولا يا اما عبر الطلب نديروها لهم بالعسل المر يا اما اللي مثلا ما كياثرش عليه ما كتاثرش عليه الحلاوه الطبيعيه ممكن ياخذها مع بيرلي مسوس. اصلا حنا العسل يعني مع العشوب داكشي ما كتبقاش حلوه بزاف عادي كيجي مذاق ديال متوازن متعادل ما كتحسش كاع داكشي الحلاوه بزاف. ما شاء الله تبارك الله يلا حرك ليا المناخ بديت كنحرك باين تبارك الله راه كلشي محرك مزيان اللهم زيد وبارك عطاك الله البدن وخلاص لله غير زيد نحركوا النواشف مزيان باش كيتجانسوا مع بعضياتهم باش انفون نعملوا سوائل كتكون جانسه من طبيعه الحال. هذا الشيء للبيع راه معروض للبيع يعني كنديروا التوصيل لجميع المدن المغربيه حتى باب الدار والخلاص حتى توصلك لا كوموند باذن الله السميع العليم. وكذلك كنديروا الارسال لاوروبا فرنسا بلجيكا المانيا هولندا ايطاليا واسبانيا. كاين الدول اللي كتمشي لهم لا كوموند حتى للدار وكاين الدول اللي كتمشيو تاخذهم من لاجونس. يكفي انكم تتواصلوا معنا في هذا الرقم حتى الثمن جد جد مناسب من طبيعه الحال غير البركه وصافي كاع ما
قنوعين. انا كيعجبني الحال وكنفرح وكنبكي بالفرحه وكنحس براسي درت واحد الانجاز عظيم هو فاش يتصل بيا شي واحد كيقول لي راه حنا لقينا على ذاك الخلطه. عرفتي شنو واحد السيد كيعاني مع الدويات كيعاني مع السبيطارات كيعاني مع الصحه وكيدعي معاه كل نهار كيتفكر ذاك المرض انه كان مريض كان مريض وما بقاش مريض وكيدعي معك راه هذا شيء عظيم وكنز عظيم. يلا على بركه الله العسل الطبيعي الحر ما شاء الله تبارك الله اللهم زيد وبارك. يا سلام طبيعه الحال العسل الحر البلدي الاصلي فاش كيجي البرد راه كيبدا كيتبلور يعني بدا كيتحبب راه هذاك هو العسل الطبيعي الحر الاصلي حيت كتكون فيه النسبه ديال الكليكوز طالعه يعني النسبه ديال العسل النحل فاش كيمشي كيرعى على بزاف ديال الاعشاب كتكون فيهم نسبه الكليكوز طالعه ما شاء الله تبارك الرحمن الرحيم اللهم زيد وبارك ما شاء الله ما شاء الله. وكاين حتى العسل الحر الطبيعي احنا كنديروا منتوجات الناس اللي مازال ما كيعرفوناش كنديروا منتوجات طبيعيه حره بلديه اصليه زيت الزيتون العسل الحر الطبيعي الخليع السمن غذاء الملكات المكونات ديال اي حاجه بلديه بغيتوها راه كاينه ما شاء الله تبارك الله اللهم زيد وبارك تبارك الله عليك لاله غزلان وخلاص زويتها الطبيعيه الحره الاصليه شو تبارك الله الخضوريه اللهم زيد وبارك والحلاوه السوبر سوبر تبارك الله عليك غزلان وصافي ما شاء الله تبارك الله عليك ودابا نخلطوها مزيان عاوتاني باش تتجانس مع بعضياتهم صباح الخير سيدي محمد صباح النور والسرور ما شاء الله تبارك الله الدمعه الدمعه لله غزلان الدمعه اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك الف مبروك نعشقوا ياك واخيرا جاء موسم الزيتون ما شاء الله تبارك الله الزويته البلديه ها هي الخضرة البرقوقيه الرائعه اللهم بارك اللهم بارك وما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن وعلوانه الجميله والرائعه المتميزه التي لم يعصر مثلها في البلاد ما شاء الله تبارك الله ها هي لاله غزلان ها هي نعم سيدي علوانها يا سلام العشاق علوانها مع الحريشه السخونه مع الزبيده بلديه الزويته بلديه يا سلام الناس ديال المدينه عاوتاني الخبيزه غتبقاو تجيبوها في الصباح من الفران سخونه ولا تسخنوها شو اللي عنده شي حادقه تصيب له الخبز سخونه نعم سيدي مع الزويته بلديه يا سلام بغينا نعلنوا على بدايه موسم بداية موسم زيت الزيتون عندنا حنا بإذن الله السميع العليم اللي بغى الزيتون مرحبا اللي بغى الزيت مرحبا راه الخير موجود بإذن الله السميع العليم ها الزويته خضراء برقوقية ليكسترا فيرج أنا راه كان بإمكاني نبدا في الأخر ديال شهر 9 كيما بداو الناس ولكن لا أنا كنبغي نبدا حتى يكون الزيتون ناضج حتى يكون الزيتون طايب باش كنعطي للناس ليكسترا فيرج ما شاء الله تبارك الله أروع وأجود شوفوا الزيت ديما خذوا الزيت ثقيلة ما تخذوش زيت جارية راه فرق كبير الزيت ثقيله بحال العسل اللهم زيد وبارك ما شاء الله تبارك الله الخير اللهم بارك ثمن جد جد مناسب اللي بغاها توصل لجميع المدن المغربيه توصل اوروبا كلها يكفي انكم تتواصلوا معنا في هذا الرقم ومرحبا الف مرحبا على بركه الله غزلان باش ما تبقاش حاجه تسناو الفيديو ديال العصير ديال الزيت وتسناو الفيديو ديال العلوانه راه غير مع المونتاج وداك الشيء بغيت نقول لكم واحد الكلمة بين قوسين وهي شاملة اللي بغى الزيت مرحبا وبيناتنا الله عز وجل هادشي اللي كاين تبارك الله وتبارك الله وما شاء الله على لاله غزلان اهلا وسهلا ما شاء الله عليك عطاك الله البدن هادي ان شاء الله الخلطة الثانية اللي هي الخلطة ديال بومزوي ولا القيلول العصبي قيلول العصبي ما شاء الله تبارك الله العصبي الرحمن. من طبيعة الحال من بعد الأعشاب والخروب البلدي العسل جاء وقته العسل ما شاء الله تبارك الرحمن اللهم بارك تبارك الله الخلطة عندي مغرب لابسه غبه مقاده كما كتشوفوا صافي كنضيفوا العسل وزيت العود البلديه حاره الناس ديال بومزوي نساو شي حاجه سميتها بومزوي كيعانوا من بومزوي صراحه الله يحسن في العوان مرض صعيب شويه عنده بزاف الاضرار على الصحه ودائما بنادم كيكون كيجي الاكتئاب دائما ماشي هو هذاك اي حاجه كياكلها كتضرو كيفقد الشهيه اول حاجه ما كتبقاش عندك الشهيه والحمد لله لقينا الخلطه اللي غتعالج ان شاء الله هي طبعا الحال حيت حنا كنبحثوا مزيان وكنجربوا وكنتيستيو وكنعطيو الناس الخلطات اللي فيهم مشكل عاد فاش كيعطيونا النتيجه عاد كنبقاو نديروا الحاجه باش كنبيعوها طبعا الحال هادشي من طبيعه الحال بعد
ولكن اسمح لي غزلان، ولكن بغيت ناكد على الناس اللي غياخذوا سواء الخلطه ديال تقويه المناعه زياده الوزن، سواء الخلطه ديال جرثومه المعده، سواء الخلطه ديال القولون العصبي، راه الا ما كنتوش غتلتزموا بها وإلا ما كنتوش غتبعدوا عليكم شي حاجه سميتها المقليات، غتبعدوا عليكم شي حاجه سميتها السقاطه ديال الزنقه، الماكله ديال الزنقه، من الافضل بلا ما ياخذوها ياك. حيتاش ضروري هذه ماشي تاكلنا جوج مرات وثلاثه ولا حتى سيمانه وتقول صافي انا غنبرا، هذه خصها المداومه كما قال لكم محمد، خص واحد النظام غذائي يكون زوين، يعني تاكلوا غير داكشي الصحي غير داكشي المزيان على الاقل غير ديك الفتره اللي غتاكلوا فيها هذا الخلطه. طبيعه الحال طبيعه ماشي مشكل، باش هكا كتسرع لكم دغيا العلاج دغيا كنعطي الفوائد. اكيد ما شاء الله تبارك الله. دابا عملت العسل هنايا محمد، اييه، ودابا غندير الزيت باش نخلطكم على بركه الله. هنا شنو عطينا بعض المكونات اللي عندك هنايا؟ راكم عارف المكونات العسل، منتوجات العسل دائما كنقول اي خلطه حنا كنعملوهم فيها العسل الحر عندنا الخروب اللي بخرب بلدي اللي المنافع ديالو لا تعد ولا تحصى. من طبيعة كنت تبحثوا عليه. بالنسبه للعشوب الصغارين كلشي كلشي بزاف ديال الاعشاب اللي خلق الله سبحانه وتعالى على وجه الارض اللي خصيصا كتساهم وكتعالج مرض بومزويم طبيعه الحال، الله يشافي الجميع يا رب. اللهم امين يا رب العالمين، عقوبات الجميع ان شاء الله يا رب. الناس اللي عندهم بومزوي في نفس الوقت، يعني اصلا الناس كيكون عندهم بومزوي كيكونوا هذه غتقدر تعالجكم بومزوي ان شاء الله يا ربي بحول الله. وعاد من بعد ان شاء الله بكلكم دوزوا الخلطه ديال فتح الشهيه وزياده في الوزن ما شاء الله تبارك الله. حيت هذه تقريبا متكامله، يعني الناس اللي كيعانوا من بومزوي ينفوا يساليو كيدوزوا هذيك باش صافي كتكون دغيا دغيا ما شاء الله. اللهم بارك. وما كايناش شي خلطه دابا في المغرب تعمل بالزيت الجديده تاع 2024 ما شاء الله تبارك الله. هضرات تبارك الله ما شاء الله وصل على النبي اللهم بارك. هذه الزيت الجديده ديال 2024 وديال شهر 10 10 يعني برقوق هي خاتره تبارك الله. نتمنى نخوي لكم خاتره ما شاء الله. شوف اللهم بارك والحلاوه والعسل. العسل ها انت خويا جمال قلت لي صيفط لي العسل، ها هي العسل ها العسل ما شاء الله تبارك الرحمن. كنحاول نعملوا اي حاجه بلديه، كنتفادوا كاع شي حاجه كيماويه باش هكا كتكون المنافع كامله. ما شاء الله انت كتعذب على واحد الحاجه او تزيد شي حاجه لا علاقه، راه بحال ما كنعمل والو. ما شاء الله تبارك الرحمن المغرم لا.